يا مساء الفل. يا مساء الورود. انت بتهزر صح؟ اولا عامله ايه اخبارك؟ اولا مبروك على النتائج، واشكرك لمساعده 30 ست وبنت من مشاهدات هي وبس. انا بشكرك يا احمد. والله ان جيتي للحق انا عايز اشكرك. لا لا بعدين احمد انت خير، يعني انا النهارده اتفاجئت وانا داخله بيقول دكتور احمد عمر مش على عيني والله، بس بره مصر. اوكي ماشي خلاص، ما مش هتبقى تعبرنا بقى. يعني احمد انا كنت متخيل ان انت اللي هتسالني، طبعا يعني الدكتور بتاعتك منورانا هنا، بس يعني ماشي يا احمد ماشي بره مصر تمام. والله غصب عني، والله غصب عني، بس عايز اقول لك ان يعني مصر دي نعمه والله العظيم، واحد نفسه يرجع فورا. وعايز اشكر ساره جدا، مبروك مبروك يا اسراء. اسراء 29 كيلو بوينت 2، 29 كيلو 200 جرام. كان نفسي ابقى معاكي والله. وانا جدا شكرا بجد، شكرا اللي حصل وال فيش كلمه شكر تكفي. تستاهلي كل خير، تستاهلي كل خير. يا احمد دلوقتي الارقام اللي انا معلش اداني بس كده والنبي، الارقام انا هقومها، الارقام اللي انا سامعاها 23 و 23 كيلو 719 كيلو 800، 23 كيلو 700، 21 كيلو و 17 كيلو ازاي بتعرف يا احمد توصل لده؟ الرزق. بتضحك على ايه؟ الرزق والله. الرزق ايه؟ انا عايز اسد الخلطه دلوقتي. 31 كيلو. فاكر ده كان من كام سنه؟ سنين طويلة أوي، 10 سنين مثلا. تفتكري ممكن ترجعي حاجة و90 تاني؟ أعوذ بالله، ده أنت يا ابني ده أنا بكلمك عشان أقول لك برافو، ما تقولي تفتكري ده. لا إن شاء الله. الإجابة مستحيل. إن شاء الله. الإجابة مستحيل مستحيل. هو ده بقى العلم بتاع إن الشخص اللي عنده مشكلة سمنة ممكن ينتهي منها للأبد. يعني في ناس تخان بتنفع تبقى رفيعه وتعيش حياتها عيشه سويه تماما. مظبوط. ده العلم بقى اللي انا مقرر ان انا هنا دلوقتي بعمله واللي انا بنشره دلوقتي. وازاي تسحب 30 كيلو في الوقت ده؟ انا ما كنتش عارف يا احمد اصلا الكيلوهات كام، واتخضيت كمان لما عرفت ان انت النهارده مش طالع معانا، بس انا بشكرك. على راسي يا رضوى، على عيني، انت عارفه انت عندنا ايه كلنا. ربنا يخليك، وكنت اتمنى ان انت تبقى موجود معايا. انا بشكرك جدا جدا على مسابقه المتحول الذهبي، بشكرك جدا ان المره دي انت كبرت الموضوع ل 30 ست، بشكرك ان انت خليت فيه روح لا وعينيا تنافس ما بينهم والنتائج دي. ربنا يستخدمني لالف حد يا رضوى. جزاك الله كل خير يا احمد، جزاك الله كل خير حقيقي. رضوى في حاجه نفسي اقولها لجمهورك. اتفضل. هي بصي، من حق المعرفة وحاسس أمانة قدام ربنا لازم أوصلها طبعا. رضوى الشربيني جمهورها عندها أهم حاجة في حياتها، ودي شهادة لازم أقولها يعني، يمكن أنا بفاجئك دلوقتي، بس يعني حقيقي حقيقي جمهورك عندك خط أحمر، أولوية في حياتك، دايما حاسة إنك مدينة ليهم. دي حقيقة. بكل اللي وصلت له من نجاح، دي حقيقة، سواء على المستوى المهني او حتى بتضحي بحياتك الشخصيه من خلالهم او لاجلهم، وبتشتغلي بمنتهى الاخلاص والحب. يا احمد يا احمد يا عمر، طبعا ده مش ده اسم احمد عمر، يا دكتور احمد عمر، كتر الف خيرك على الكلمتين، جزاك الله الف خير. انا متشكره قوي على المتحول الذهبي، متشكره على هذه النتائج. شكرا دكتور احمد عمر. واي حد انت محتاجه تساعديه انا في ظهرك دايما ان شاء الله. انا عارفه كتر الف خيرك، جزاك الله الف خير.